مساء الخير. إلى العناوين. من القاهرة، ولي العهد السعودي يبدأ جولة إقليمية. السعودية ومصر توقعان 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بأكثر من 29 مليار ريال. كيف تخطط لسفر ممتع بأقل التكاليف؟ مدون سياحي يجيب. أهلاً بالوطن والإلهام والتاريخ في الذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد، 5 سنوات اختصرنا فيها معه زمن الأحلام، فوصلنا إلى قمم وابتكرنا قمماً ورسمنا للمستقبل قمماً خضراء سنصل إليها، بالأرقام، بالأحداث، بالإنجازات، بالإلهام. كل شبر في هذا الوطن يصادق على حقيقة ثابتة، لن نشيخ وفينا محمد. شهد وزير التجارة ماجد القصبي ووزير الاستثمار خالد الفالح توقيع 14 اتفاقية استثمارية بقيمة تجاوزت 29 مليار ريال بين مجموعة من الشركات السعودية الرائدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وعدد من الشركات والجهات المصرية. زيارة مهمة جدا لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليست بغريبة حيث أنها ضمن سلسلة تبادل لزيارات القادة من زيارات مولاي خادم الحرمين الشريفين وزيارات سموه. هذه الزيارة الرابعة لسمو ولي العهد خلال 4 سنوات الماضية. هذه الوتيرة لتبادل الزيارات بين القيادات أنا أعتقد تؤكد ما هو واضح للجميع، وهو خصوصية وأهمية العلاقات والروابط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة. تم توقيع 14 اتفاقية، هذه الاتفاقيات تعددت من مجالات الطاقة والتحول الرقمي والزراعة وغيرها والسياحة وغيرها، كثير من المشاريع. واليوم زي ما أنتم شايفين المستثمر السعودي هو مستثمر أساسي في مصر، وأعتقد أنه إن شاء الله أنه اللي جاي أحسن. العلاقات السعودية المصرية طموح الشعبين إلى أن تكون أكثر، يعني طموح القيادة وطموح الشعوب أن تعزيز التبادل التجاري وتعزيز التكامل الاقتصادي. الزيارة المرة دي شهدت توقيع عدد كبير جدا من الاتفاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في الدولتين، ودي الدعوة اللي بتتبناها مصر دلوقتي بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات كبيرة. وكويس جدا ان المملكة العربية السعودية رجال الاعمال السعوديين بدروا بالمشاركة في هذه المبادرة، وان شاء الله يبقى الفترة الجاية هيبقى تعاون مثمر جدا. تواصل الجهات الشريكة في مبادرة طريق مكة خدماتها التوعوية ضمن مبادرة طريق مكة التي تسهم في التيسير لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة، وتهدف الجهات المشاركة في المبادرة إلى تقديم أرقى الخدمات، وذلك ضمن فريق متكامل مما عزز من جودة الخدمات المقدمة للحجاج، إضافة إلى تعاونها الدائم وحرصها على تذليل أي تحديات قد تواجه ضيوف الرحمن، بداية من استقبالهم والترحيب بهم في صالة المبادرة وصولاً إلى مقر سكنهم. قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بجولة تفقدية زار خلالها مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي والمشاعر المقدسة، للوقوف على آخر الاستعدادات لحج هذا العام. مواهب واعدة في برنامج مسابقة أقرأ لمركز إثراء في الظهران على موعد مع من سيكسب لقب قارئ العام
كاميرا يا هلا التقتهم من خلال الزميل حسين الحميدان وعبروا عن رحلتهم الثقافية وانتظارهم لليوم الموعود الذي يوافق 24 و25 بعد أيام قليلة. نتابع. نحو رحلة شيقة في عالم الكتب والقراءة يختتم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء برنامج إثراء القراء اقرأ في نسخته 7 عبر باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية ليأتي الاحتفاء بالقراءة ومحبي المعرفة وتتويج المشاركين من أنحاء المملكة لكسب لقب قارئ العام. مسابقة أقرأ بدأت معي عن طريق الفضول، كنت هنا في إثراء قاعد أذاكر ثم أطللت ولا أحد المتحدثين هو الدكتور عبد الله السفياني كان يتحدث عن منشورات أدب، فجلست وبعد أن جلست كان هناك نوع من التسويق لمسابقة أقرأ، بدأت أطلع عليها وجدت أنها رحلة معرفية تبدأ من أن تلخص كتاب من الكتب، والكتاب الذي اخترته كان كتاب الاستعراض وهو من منشورات أدب كذلك، ثم بعد ذلك بعد أن ترشح الكتاب وتقدم له ملخص ومراجعة تنتقل إلى مسألة الملتقى التعريفي. والحقيقة أن الملتقى التعريفي هو لب المسابقة، إذ أنه تلتقي بشخصيات مختلفة مشاركة معك من المتسابقين، كل واحد لديه خلفية ثقافية مختلفة عنك، ترى تنوع جميل جدا، هذا التنوع ينعكس حتى على الضيوف الذين أتونا. كنت شغوفة بالمشاركة في المسابقات الثقافية والقرائية، فحينما بحثت وقرأت عن مسابقة أقرأ أكثر وجدت بأنها تسمو بأهدافها وأن هناك الكثير من الأهداف التي تساعدني ربما في تحقيق هدفي الأسمى وهو رفع معدل أو مستوى المعدل الثقافي لدي. فحينما قرأت عن المسابقة وجدت بأن لدي حماسة أكثر للمشاركة فيها ولخوض التجربة. تأهلت للحفل النهائي الحمد لله بنص عنوانه ماذا لو اختفت الكلمات. هذا النص هو سؤال شخصي لكنه سؤال للعالم أجمع، فماذا لو اختفت الكلمات لنا كلنا، وهو يعني يتكلم عن أهمية الكلمة وأثرها في حياتنا، فهو ينطلق مني إلى الآخر ويلمس الآخر ويعيش في ذاكرته الخاصة. اختتام هذه النسخة يعد الأهم من مبادرات إثراء الثقافية التي تحتفي بالقراء ومحبي المعرفة في مختلف المسارات. مسابقة أقرأ هي تساعدك أن تكون قراءتك قراءة مختلفة، قراءة نموذجية، وكذلك تمنحك أدوات الكتابة. يعني الملتقى يدور ويتمحور حول نص تقدمه، هذا النص ينبعث أو تنبعث فكرته من خلال الملتقى الذي يستمر لمدة 2 أسبوع. فأقرأ أو أقرأ تمنحك صورة متكاملة لطبيعة القراءة التي تبدأ من اختيار الكتاب، ثم بعد ذلك من اختيار الموضوع الذي تقرأ فيه، ثم المعرفة التي تريد أن تصدرها للناس من خلال الكتابة، وأيضا من خلال الإلقاء الذي سيكون في الكتاب. فأعتقد أن تجربة أقرأ هي تجربة متكاملة لطبيعة الثقافة. باستطاعت مسابقة أقرأ أن تعطينا نظرة مختلفة للعالم، أن نتعرف على الجوانب المظلمة أو الجوانب السوداء لنقوم بتلوينها مجددا. هي تعطينا تجربة شخصية تساهم في تشكيلنا من جديد، تشكيل القراء والكتاب الذين يسكنون في دواخلنا. أقرأ من المسابقات اللي حولتني من كاتبة عادية إلى كاتبة تتوق إنها تتميز بكتاباتها وتؤثر مو على مستوى محلي بل على مستوى عالمي. لبرنامج جاهلة، سلح ميدان الظهران. من خلال حواراتهم المثقفة جداً كل واحد منهم يستحق أن يكون قارئ العام. بعد هذا الفاصل ألتقيكم بصحبة ضيوف من السعودية ومصر لحديث موسع عن جولة ولي العهد. من بلاد النيل والأهرام والثقافة إلى بلاد الحرمين والإنسانية والقوة، من الحسين والأزهر والقلعة إلى المصمك والدرعية وأحد، من السويس إلى البحر الأحمر، ومن الساحل إلى الخليج العربي، ومن حقول القطن إلى جنائن النخيل، ومن الحب إلى الحب يمتد تاريخ أصيل أقسمت أزمنته أن يظل مشرقا بالتلاحم والتعاضد والمحبة. السعودية ومصر عمودا الخيمة العربية اللذان تكسرت دونهما كل العواصف الثائرة، والتاريخ يشهد. في النشيدين الوطنيين تلاقت معاني الشموخ والعلو والارتقاء. في النشيد المصري مصر أنت أغلى درة
فوق جبين الدهر غرة، وفي النشيد السعودي سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، بالقوة نحيا ونبقى ونصنع المجد. تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية، في إطار حرصه على تعزيز علاقات المملكة مع الدول العربية، وتأكيداً على أهمية دور المملكة وما تشكله من عمق استراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي. وتعد هذه الزيارة الرابعة لولي العهد لدولة مصر خلال 5 سنوات، مما يعكس اهتمام سموه الخاص بمصر والتقارب الواضح بين قيادتي البلدين. هذا وتربط المملكة بمصر علاقات ممتدة منذ زمن بعيد، وكونها جزء لا يتجزأ من الوطن العربي وأحد صمامات أمانه، وتربط المملكة بمصر حبال متينة وعلاقات متجذرة تغلفها الأصالة والصداقة وطيب الجوار. وبدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، تشهد العلاقات السعودية المصرية في الوقت الحاضر تقدماً ملحوظاً بكل المجالات، إذ أن العلاقات بينهم لم تشهد تراخياً طوال التاريخ، وهذا يدل على معرفة كل من قيادة البلدين على أن كل منهما مهم وأنهما مصدر أمان للآخر. وعلى إثر هذه الزيارة يجدر بالذكر أن مجلس التنسيق السعودي المصري قد أبرم ما يزيد عن 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية. هذا ويشهد حجم التبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين خلال السنوات 6 الماضية 179 مليار ريال. ويجدر بالذكر أن عدد المقيمين المصريين في المملكة بلغ نحو 1,700,000، بينما يقيم 1,000,000 سعودي في مصر، وهي من المعززات الاجتماعية بين البلدين. وفي إطار هذه الزيارة تجدر الإشارة على ذكر جامعة الملك سلمان الدولية المؤسسة في عام 2020، وهي إحدى مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتنمية شبه جزيرة سيناء. وتضم هذه الجامعة 16 كلية و56 برنامجاً في 3 فروع ذكية بمدن الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، وتوصف بأنها واحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية. العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والمملكة حكومة وشعباً ازدادت عمقاً ومتانة راسخة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يترجم ذلك الزيارات والاتصالات التي لا تنقطع بين مسؤولي البلدين لتعزيز علاقاتهما وتأكيد الدعم في مختلف المجالات. أرحب بضيوف الذين ينضمون إلي هنا في الاستوديو، الدكتور أحمد الأنصاري الباحث في العلاقات الدولية. دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. مساء النور وشاكر جدا للقناة وشاكر لك شخصيا استضافتك. أهلا وسهلا. أيضا أرحب بضيف الذي ينضم إلي عبر السكايب، الدكتور فضل البوعينين عضو مجلس الشورى والكاتب الاقتصادي المعروف. دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. مساء الخير لك ولضيوفك والمشاهدين، يا مرحبا. أهلا وسهلا. أشير قبل بداية هذا الحوار فقط إلى أنه صدر بيان ختامي لزيارة ولي العهد إلى مصر، سنأتي على تفاصيله وما فيه في الحديث مع ضيوفي، وأنتظر أن ينضم إلي أيضا أثناء هذه الحلقة الدكتور طارق فهمي وهو أستاذ العلوم السياسية من مصر. دكتور أحمد رحب فيك مجددا، كيف تقرأ هذه الجولة إجمالا وزيارة مصر على وجه الخصوص من الناحية السياسية؟ بسم الله الرحمن رحيم. وطبعا انت تفضلت في بداية او في مقدمة حديثنا عن هذا الموضوع، يعني اجدلت واثنيت على العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. في الحقيقة الامر العلاقات ما بين الدولتين تعتبر علاقات تكاملية، يعني منذ نشأة المملكة العربية السعودية في 50 الميلادية من القرن الماضي وجد الدعم قوي جدا، وربما أنه كانت أول زيارة للملك عبد العزيز المؤسس كانت للمملكة المصرية، وبالتالي وجدت كل دعم في ذلك الوقت من المملكة المصرية، وتلاها بعد ذلك العلاقات، تحسنت العلاقات بشكل كبير جدا إلى أصبحت أنها تعتبر علاقات نموذجية ما بين الأشقاء
في العالم العربي. العلاقات المصرية السعودية هي ركيزة أمن واستقرار المنطقة. المملكة العربية السعودية لها دور هام جدا في المنطقة، وكذلك جمهورية مصر العربية. لا ننسى الدور الهام لجمهورية مصر العربية، ولذلك كلما حصلت هزات في مصر تجد أنه أول من يقف في ظهر أشقاء المصريين المملكة العربية السعودية. الجميع ربما يعني عايش أحداث 2013 مايو وما سبقها من تولي المجموعة الإرهابية مجموعة الإخوان المسلمين أو ما يسمى مجموعة الإخوان المسلمين القيادة في مصر، والعبث في مقدرات الشعب المصري. ولذلك حينما ثار الشعب المصري على هذه المنظمة الإرهابية لم يجد في ظهره إلا المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية لم تدعم جمهورية مصر العربية الشقيقة والشعب المصري اقتصاديا فقط، بل لا ننسى الجولات المكوكية التي كان يقوم بها المغفور له الأمير سعود الفيصل لدعم موقف مصر على المحافل الدولية، وواجه القوى العظمى بما فيها الدول الخمسة الدائمة العضوية في موقف في مجلس الأمن، وأوضح لهم أنه ما حصل في مصر لم يكن انقلاب بقدر ما كان ثورة للشعب المصري على النظام الإرهابي اللي حاول زي ما قلت أنه العبث بمقدرات الشعب المصري، وتغيير الصورة النمطية عن الشعب المصري من أنه شعب مسالم إلى شعب إرهابي، بحيث أنه كان يعني دعم ما يسمى الثورة في سوريا بإرساله المقاتلين. طبعا المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية هنالك تكامل في الرؤى السياسية بينهم. نجد أنه زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ناقشت مواضيع كثيرة جدا، من ضمنها الملف السياسي، ملف الأمني، والملف الجيوسياسي. بالنسبة للملف السياسي ربما أنه أهم ملفات تهمنا في منطقة الشرق الأوسط ملفين ساخنين، وملف يعتبر أنه شبه يعني هام أو أنه هو يعتبر هام. الملف الأساسي هو التدخلات الإيرانية في المنطقة، أوكي، والمعلومات اللي تسربت عن قرب حصول النظام الملالي الإرهابي على القنبلة النووية وعلى السلاح النووي. هذا طبعا تعرف هيغير بشكل كامل منطقة الشرق الأوسط والتحركات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. الملف الثاني الملف السوري. الملف السوري مهم جدا بالنسبة لاستقرار المنطقة، لأنه سوريا أصبحت حاضنة للجماعات الإرهابية ومفرخة للإرهاب العالمي. نعرف أنه داعش يعني مركزه هو في سوريا، والعاصمة حقته اللي هي الرقة. والآن في الفترة الأخيرة شاهدنا أن هنالك يعني انتشار كبير جدا لتهريب المخدرات من سوريا، وأصبحت سوريا مركز أساسي عالمي أو يعني منطقة مهمة جدا في إنتاج وتصدير المخدرات. شاهدنا هنالك تهديد للشقيق الأردن يأتي من سوريا، إن من ناحية تهريب الأسلحة وتهريب المخدرات. كذلك في اليمن الموقف طبعا تعرف الملف اليمني مهم جدا، والحرب الدائرة في الأو وعملية إحلال الحكومة الشرعية ودعم الحكومة الشرعية في اليمن. أيضا هنالك تنسيق قوي وتكامل في الرؤية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. يبقى الملف الليبي هو ملف شائك، لأنه طبعا تعرف ليبيا متصلة حدودية مع جمهورية مصر العربية، وكان هنالك خلال فترة الأحداث 2013 شاهدنا أن هنالك كان فيه تهريب أسلحة كبير جدا يأتي، ومقاتلين وإرهابيين كانوا يأتوا من ليبيا إلى مصر. ولذلك نجد أن هنالك الملف الأمني برضو مهم، ملف مهم جدا في التعاون ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، إن ناحية التعاون الأمني أو التعاون الاستخباري، لأنه طبعا تعرف هذا يؤدي إلى يعني نتائج باهرة في مكافحة الإرهاب. جميل، وراح نيجي للملف الجيوسياسي بعد ما أسمع من الدكتور فضل بوعينين، ورحب فيك مجددا دكتور. قراءة اقتصادية، نتحدث عن حجم تبادل تجاري كبير جدا في السنوات الست الأخيرة، فقط 179 مليار ريال، ونتحدث عن مجموعة من الاتفاقيات اللي وقعت في هذه الزيارة بحوالي 30 مليار دولار. تعليقك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأكيد أن العلاقات السعودية المصرية أصبحت ترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خاصة في الجانب الاقتصادي، وقد أشرت إلى التبادل التجاري إضافة إلى توقيع الاتفاقيات مؤخرا، ولعلي أشير إلى أن الاستثمارات السعودية في السوق المصرية هي ثاني في حجمها، تمثل ثاني حجم استثمارات خارجية في مصر بمجموع 30 مليار دولار تقريبا، وهذا مبلغ كبير. إضافة إلى ذلك تهتم المملكة العربية السعودية بالاستقرار النقدي داخل مصر ودعم الجنيه المصري من خلال الودائع التي تودعها في البنك المركزي، بما يساعد على تحقيق الاستقرار الأمثل للجنيه. إضافة إلى ذلك أصبحت المملكة مؤخرا تنتهج سياسة الاستثمار المباشر، بما يعزز التنمية الاقتصادية، وهذا أمر غاية في الأهمية. كما أن فخامة الرئيس المصري أيضا يركز بشكل كبير على جذب الاستثمارات، وهذا ما ساعد على توقيع أكثر من 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بمجمل تقريبا 7.7 من 10 مليار دولار، وهذه ستفتح آفاق الاستثمار بشكل كلي في مصر. أعتقد أن زيادة الطمأنينة فيما يتعلق بالأمن الاستثماري في مصر والدعم من داخل مصر أيضا سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات النوعية. ولعلي أشير إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها وقد توزعت بين النفط والطاقة، الطاقة المتجددة إضافة إلى صناعة الأدوية وبعض أيضا القطاعات المهمة في تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية. كل هذه تعزز من الاستثمارات في مصر وتسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية. نعم أصحح فقط إلى أن قيمة الاتفاقيات 30 مليار ريال، هذه الاتفاقيات 30 مليار دولار قيمة الاستثمارات السعودية في مصر. أرحب معي على الهاتف بالدكتور طارق فهمي، وهو أستاذ العلوم السياسية الذي ينضم إلينا من مصر. دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. دكتور طارق إذا كان الصوت يصل إليك مساء الخير وشكرا لقبولك دعوتي. أهلا. طيب إلى أن يصل الصوت إلى الدكتور طارق أرجع لك دكتور أحمد. سمعنا من الدكتور فاضل قراءة بالأرقام للاتفاقيات الاقتصادية اللي صارت اليوم، تعزيز الجانب الاقتصادي بهذا الحجم الذي شاهدناه سواء من قبل أو من الاتفاقيات اللي وقعت اليوم، كيف ينعكس على قوة العلاقة السياسية المصرية السعودية؟ شوف العلاقة الاقتصادية ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يعني لم تكن في يوم من الأيام ضعيفة، إن من ناحية الاستثمارات السعودية على الأراضي المصرية أو دعم الجنيه المصري. يعني أنا أتذكر إذا رجعنا للستينات الخمسينات الميلادية، خلينا نبدأ من السبعينات الميلادية، تجهيز وإعداد الجيش المصري لحرب أكتوبر 73، المملكة العربية السعودية كانت لها دور هام جدا وكبير جدا في دعم الجيش المصري بشراء الأسلحة والتدريب، وهنالك زيارات كانت للملك فيصل رحمة الله عليه لجمهورية مصر العربية، وحتى كمان كانت في كلمات للرئيس الراحل الرئيس محمد أنور السادات يشيد بالدور السعودي في معركة الكرامة أو معركة النصر العربي في أكتوبر 73. بعد ذلك تسلسلة الأحداث لم تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية ضعف في يوم من الأيام، لأن المملكة العربية السعودية تنظر إلى مصر أنها الداعم لها، وكذلك مصر تنظر إلى المملكة العربية السعودية أنها الداعم لها، فالاثنين ينظروا لبعض أنهم مكملين لبعض، حتى لو أنه كانت في يوم من الأيام العلاقات السياسية، وهذه طبعا تعرف العلاقات ما بين الدول وليست ما بين الشعوب. العلاقات السياسية ربما أنه تشهد اختلافات أو خلافات وجهات النظر بعض الأحيان، ولكن لم تكن في يوم من الأيام ضعيفة. يعني على رغم شوف أتذكر أنا في سنة 78 ميلادي، يعني أنا حين زار الرئيس المصري محمد أنور السادات القدس، وبالتالي تم تجميد العلاقات العربية مع مصر ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس. العلاقات السعودية بين العلاقات ما بين الشعب السعودي والمصري لم تشهد في ذلك الوقت، ربما أنه زادت زيارات الشعب السعودي لمصر. نرجع بالتاريخ لحديث سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوصى بمصر
وفي بما معنى الحديث أنه ستفتحون مصر، ويعني استوصوا بأهلها خيرا، لأنه بينكم نسبا وصهرا. لا ننسى أنه أم العرب السيدة هاجر مصرية، السيدة ماريا القطبية، هي ماريا القبطية هي اللي أو بينها وبين الـ بين الـ بين الـ وبين الشعب المصري صهر. فلذلك هي أم سيدنا إبراهيم الولد الوحيد لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشعب المصري والشعب السعودي شعب متكامل، لا تشعر بفقر، لا تشعر بفرق. لما تذهب لمصر كأنك في السعودية، يعني حتى هنا في عندنا طبعا لما أنت تتعامل مع الشعب المصري الشقيق قبل تنظر له أنه شقيقك وليس أنه جارك، أو أنه يعني مثلا مقارنة بأشقائنا العاملين هنا في المملكة العربية السعودية. تجد أنه اندماج ويعني توافق في جميع المجالات. لذلك حتى حينما تفضلت أنت وقلت أنه الجانب السياسي يدعم الجانب الاقتصادي، هذه طبعا تعرف تكامل، وليس أنها منن أو فضل من المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية أو الأشقاء في مصر، بل نجد أنه من واجبنا أن احنا ندعمهم، يعني لأنه يعني شقيقك يعني أو زي ما يقولوا بالإنجليز a friend in need is a friend indeed، يعني صديقك وقت الضيق، فما بالك أنه إحنا معاهم في الشدة وفي يعني نعم. في اليسر وفي العسر. طيب نعم. دكتور فضل، هذا الاستقرار، يعني المنطقة تمر بقلاقل بمراحل بمشاكل، ولكن يظل الاقتصاد السعودي المصري يقوي الشراكات وعلى تواصل دائم، ماذا يعني هذه الاستمرارية رغم كل شيء عبر التاريخ سواء سياسيا أو اقتصاديا بين السعودية ومصر؟ يعني العلاقة المتميزة بين السعودية ومصر يعني أن هناك شراكة حقيقية استراتيجية، ولعلي أشير إلى المجلس التنسيقي المصري السعودي. ومنذ أن تم تشكيل هذا المجلس تم توقيع ما يقرب من 70 اتفاقية وأيضا تفاهمات خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات. كل هذا الأمر يركز على محور أساسي، وهو أن الاقتصاد أساس التنمية وأساس التقارب. ولقد يعني أشار زميلي المتحدث قبلي فيما يتعلق بالعلاقة بين الاقتصاد والسياسة. نعتقد من 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 يدير العالم اليوم هو الاقتصاد، وبالتالي تبنى السياسة على المصالح الاقتصادية بشكل أكبر من أن تبنى على المصالح السياسية. فالشراكة الاقتصادية هي المستدامة، خاصة إذا خلقت تنمية اقتصادية في البلد المستهدف. أعود إلى المملكة العربية السعودية ورؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. عندما أطلق رؤية المملكة 2030 لم يركز على المملكة العربية السعودية فحسب، بل ركز على محيطها. ولعلي أشير إلى أكبر مشروع في رؤية المملكة 2030 وهو مشروع نيوم الكبرى. هذا المشروع ارتبط أيضا استراتيجيا بمصر والأردن، وبالتالي كانت مصر والأردن جزء من هذا المشروع الأكبر. وكأنما سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحاول أن يوثق العلاقات الاستراتيجية من خلال العلاقات الاقتصادية ومن خلال تنمية هذه الدول اقتصاديا. وهذا يعني يعيدنا إلى المحور الأساسي، أن المملكة العربية السعودية قادة المملكة العربية السعودية هدفهم الأساسي هو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية، ليس في المملكة فحسب بل بجميع الدول العربية وعلى وجه الخصوص مصر، لأن مصر والسعودية هما جناحا هذه الأمة وهما القادرين على تحقيق أمنها واستقرارها من خلال تنميتها الاقتصادية. نعم دكتور أحمد، أنت تحدثت كذا في قراءة تاريخية، تحدثت عن الواقع والزيارة اللي صارت اليوم، خلنا نروح شوي للمستقبل. مستقبل العلاقات السياسية السعودية المصرية، وش أهم الملفات اللي يعني تقود إلى تقويته أكثر؟ شوف طبعا تعرف إحنا ما نقدر نستثني الملف السياسي والتنسيق السياسي، تنسيق المواقف ما بين الدولتين الشقيقتين. يأتي بعد ذلك الملف الأمني، الملف الأمني وثم أو أنه يرتبط بالملف العسكري، لأنه لازم أنه يكون عندك الجانب السياسي القوي يعني يتوافق معه أو أنه يرتبط معه الملف العسكري. لا يمكن أنك تعمل مواقف سياسية قوية ما لم يكن عندك موقف عسكري أو أنك يعني قوة عسكرية تدعم هذا الموقف. نشوف الدول العظمى تجد أنه ليش فرضت سيطرتها على العالم؟ لأنه لديها قوة عسكرية.
هنا في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تعتبر أقوى قوتين، إذا استثنينا العدو الصهيوني أو إسرائيل. طبعا هذا ملف خارج عن حساباتنا، ولكن في الدول العربية تجد أن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يتميزان بأقوى وأحدث جيشين في المنطقة، وهما عامل التوازن في المنطقة. لذلك تجد أنه العدو الإيراني حينما يفكر أنه مثلا يقوم بتهديد المملكة العربية السعودية يحسب ألف حساب اللي هو التكامل المصري السعودي في مواجهته. شهدنا ذلك في حرب تحرير الكويت. حرب تحرير الكويت لولا فضل الله عز وجل ثم الموقف المصري لا تغيرت الموازين في ذلك الوقت. يعني أنا أتذكر الموقف الكريم والموقف الشهم من المغفور له الرئيس المصري السابق في دعمه للحكومة الشرعية الكويتية، ويعني رد العدوان العراقي وتحرير الكويت. لولا الموقف لتغيرت الموازين كثيرة جدا. ولذلك تجد أن الموقف المصري والموقف مع التكامل مع الموقف السعودي هما من يدعمان الأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. الجانب أيضا مكافحة الإرهاب في دور قوي جدا وتنسيق كبير جدا ما بين الجهازين في المملكة العربية السعودية، الأجهزة الأمنية والأجهزة الاستخبارية في الدولتين. ولذلك شاهدنا يعني ربما أنه لما نأتي لحادثة محاولة اغتيال المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز، كان في دور هام جدا لجمهورية مصر العربية بإلقاء القبض على المتورطين في تلك العملية لما ذهبوا إلى جمهورية مصر العربية. لولا التكامل ولولا التنسيق القوي ولولا العلاقات القوية ما بين الدولتين، وإلا ما كان شاهدنا هذا الموقف. نعم دكتور فضل، السؤال نفسه قبل ما أختم هذا الحوار فيما يتعلق بالمستقبل للعلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، أهم الملفات وكيف يقوى؟ طبعا لدينا مؤشر الآن فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تم توقيعها وضخ الاستثمارات من قبل القطاع الخاص. التركيز الأكبر هو على القطاع الخاص بحيث يكون هو المستثمر المباشر، وأن تكون الدولة هي الداعم لهذا القطاع بما يعزز الجودة والكفاءة من جانب والربحية أيضا، ويحقق أهداف استثمارية. وبالتالي المستقبل مزدهر في مصر خاصة ما يتعلق بالاستثمارات. والآن نشير إلى الاستثمار في البنية التحتية التي كانت جزء من العقود التي تم توقيعها، وما حدث من نقلة نوعية في مصر خلال السنوات القليلة الماضية. كل هذه الأمور تؤكد على أن المستقبل زاهر إذا ما استمرت هذه الدول في التركيز على الجانب الاقتصادي من خلال الاستثمار والقطاع الخاص، إضافة إلى دعم القطاع الحكومي فيما يتعلق بإزالة التحديات عن هذه الاستثمارات. وبالتالي أنا متفائل حقيقة بوجود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ودعمه المباشر للدول العربية وتفكيره أيضا الاقتصادي الذي ينصب على أن الاستثمار والتنمية الاقتصادية هي الداعم الأكبر للعلاقات الاستراتيجية والشراكات. ولعلي أختم بنقطة مهمة، اليوم مصر تعاني كثيرا لأسباب مرتبطة بالطاقة، ومن أهم العقود التي تم توقيعها اليوم هو عقد الشراكة في توليد الطاقة المتجددة. هذه الطاقة المتجددة في مصر ستخفض التكاليف عليها بشكل كبير، وستؤمن لها الطاقة الكهربائية، إضافة إلى أنها ستعالج أهم التحديات. وبالتالي هذه الاتفاقيات تؤكد على أنها نوعية وتستهدف التنمية الاقتصادية وتحقيق رفاهية الشعب المصري على وجه الخصوص. نعم، عضو مجلس الشورى الدكتور فضل بوعينين، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. دكتور أحمد، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. شكرا لك أستاذ مفرح، أنا شاكر جدا وسعيد جدا أنه باستضافتي في هذا. شكرا جزيلا، شكرا لضيوفي الكرام في هذا الحديث الموسع عن تفاصيل زيارة سمو ولي العهد إلى مصر. سنظل في أهلا وفي قناة روتانا خليجية إجمالا نتابع تفاصيل الجولة والزيارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مصر الأردن تركيا، إلى حين عودته بالسلامة إلى أرض الوطن، وسنكون معكم في تفاصيل هذه الزيارات بأكملها إن شاء الله بعد هذا الفاصل. ألقاكم.
حياكم الله مجددا في هلا. دائما مع وجود مواسم السفر والناس اللي يسافرون هنالك خيارات متنوعة متعددة في حالة أشبه بالتوهان، كيف تخطط لسفرية ممتعة وبتكاليف أقل وبجودة عالية؟ هذه التكنيكات في السفر ربما لا يعرفها إلا المهتمين. طيب قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع بناخذكم لخبر عاجل الآن، وهو وصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى المملكة الأردنية الهاشمية. تظهر معنا هذه اللقطات المباشرة لمراسم وصول سمو ولي العهد إلى المملكة الأردنية الهاشمية بعد أن اختتم زيارته إلى جمهورية مصر العربية. هذه اللقطات المباشرة لوصول سمو ولي العهد، وهي الجولة والمحطة الثانية في زيارته التي بدأت بمصر وستستمر إلى تركيا بعد زيارة المملكة الأردنية الهاشمية. سمو ولي العهد يصل في هذه اللحظات إلى المملكة الأردنية الهاشمية كما نشاهد في هذه اللقطات المباشرة، من أجل تعزيز العلاقات السعودية الأردنية، وهي علاقات تاريخية ممتدة ويعني علاقات وطيدة تجمع البلدين الشقيقين. نحن نتحدث عن حجم تبادل تجاري بين السعودية والأردن فقط في السنوات الست الأخيرة يقدر ب81 مليار ريال. نحن نتحدث أيضا عن 13 مليار دولار، هذا الاستثمارات السعودية في الأردن يقابلها أكثر من 5 مليار دولار حجم الاستثمارات الأردنية في السعودية. نضيف إلى هذا كله العلاقة الوطيدة بين القيادتين في المملكة العربية السعودية وفي المملكة الأردنية الهاشمية، والعلاقة الوطيدة بين الشعبين. الآن ينزل سمو ولي العهد من الطائرة وفي استقباله الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
إذن هذه مراسم الاستقبال الرسمي لوصول سمو ولي العهد إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وكان في استقباله كما تشاهدون وكما شاهدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في زيارة لسمو ولي العهد إلى المملكة الأردنية الهاشمية. سنظل نتابع معكم تفاصيل هذه الزيارة وما تسفر عنه في الساعات المقبلة. الأردن هي المحطة الثانية التي يزورها سمو العهد بعد زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وستكون المحطة الثالثة هي الزيارة إلى تركيا. المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية يرتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية قوية وكبيرة وتاريخية وممتدة عبر الزمن، تشهد عليها الأحداث والاتفاقيات الكبيرة ومستوى وحجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين. ربما ذكرنا في بداية مراسم الاستقبال أنه خلال السنوات الست الماضية فقط بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية 81 مليار دولار. أيضاً المملكة العربية السعودية استثماراتها في الأردن تصل إلى 13 مليار دولار، والمملكة الأردنية الهاشمية تصل استثماراتها في السعودية إلى أكثر من 5 مليار دولار. نحن نتحدث أيضاً في العلاقات الاجتماعية وفي سوق العمل عن 75 ألف مواطن أردني يعملون في السوق السعودية ويقيمون بيننا في المملكة العربية السعودية. نتحدث في المقابل عن 1590 طالب سعودي يتلقون تعليمهم في مختلف التخصصات في المعاهد والكليات والجامعات الأردنية. نضم إليها جميعا ما شهده التاريخ والواقع وما سيشهده المستقبل إن شاء الله من علاقات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية كبيرة جدا بين البلدين. سنظل نتابع معكم في برنامج يا هلا وفي قناة روتانا خليجية تفاصيل هذه الجولة والزيارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، وكل التفاصيل الخاصة بالأردن سنفرد لها وقتها الكافي في الأوقات المقبلة وفي الحلقات القادمة إن شاء الله. نعود إلى موضوع الحلقة الثاني اليوم بعد الموضوع الأول اللي غطينا في زيارة ولي العهد إلى مصر والاتفاقيات التي نتجت عنها والبيان الختامي الذي صدر. موضوعنا الثاني اليوم استقبل فيه المدون السياحي الأستاذ ذيب العتيبي للحديث عن السفر وكواليس السفر وكيف يمكن أن تسافر بأقل التكاليف. بس قبل ما أرحب بالأستاذ ذيب أبغى أقول لكم أنه هذا الشخص الذي سيتحدث إليكم الآن ما شاء الله سافر إلى 85 دولة على مستوى العالم، وهذه إحصائية ليست جديدة جدا، ربما زادت يعني من هنا إلين قراءة الإحصائية. أستاذ ذيب مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. يا مرحبا، الله يمسيك بالخير، أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين. وبداية نسأل الله أن يوفق ولي العهد في جولته الخارجية التي دائما فوائدها للمملكة العربية السعودية وللمواطن. آمين. شكرا لك وللسادة المشاهدين. 85 دولة زادت ولا ما زالت؟ اي نعم، زادت الاسبوع الماضي دولة كازاخستان وصلنا 86. ما شاء الله 86 دولة. في مستهدف في بالك لعدد الدول اللي تزورها ولا الموضوع جاي كذا بتلقائية؟ لا، هو امشي بنظام زي ما تقول ايش اللي هو التدوين على اساس اني الفترات القادمة. الان احنا ندون الكترونيا، بعد كم سنة إن شاء الله يصير فيه تدوين في الكتب على أساس تصبح مراجع للمسافرين. النية إن شاء الله نقفل 195 دولة ما بين الدول والأقاليم، لأن في بعض الأقاليم بعض الناس يحسبها دول بعضهم لا يحسبها دول، لكن المجموع الكلي 195 تقريبا. هذا المستهدف اللي بتوصل له. تذكر متى كانت أول دولة أستاذ ذيب زرتها؟ إيه نعم، أول دولة 2003 كانت عبارة عن مقناص للسودان، وبعد ذلك لكن السفر الفعلي بدأ في 2006. من 2006 بدأ يصير تحول السفر من هواية إلى عشق وإلى تدوين سياحي. فصرت كنا نكتب ذيك الأيام 2007-2008 جت المنتديات السياحية وصرنا نكتب فيها على أساس نوجه الناس طريقة استجارة الفنادق السيارات وشلون يروحون وين يتجولون. فكانت من 2006 هي البداية الفعلية، لكن من 2010-2011
جانا تويتر، جانا الواتساب، صرنا ننتشر بشكل أسرع. أول يعني قليل اللي يستخدمون منتديات سياحية، يعني ما يجيك إلا شخص يبحث عن المعلومة، لكن بعد ما جت التواصل الاجتماعي وصار كل شيء بالجوال والواحد يقدر يشوفك في أي مكان في العالم، في السيارة، على البحر، في مكان يجلس يشوف عن طريق الجوال، فصار الانتشار أسرع، صارت المعلومة سلسة، المعلومة سهلة، يقدر يتلقاها المسافر بشكل سريع، وياخذ الفكر اللي يبغاه او ياخذ الرحله اللي شاهدها، ياخذ اللي يحتاج منها. نعم، طيب اليوم بنيجي لسؤال حلقتنا، كيف يستطيع الشخص انه يسافر بجوده عاليه ومكان جميل وتكاليف اقل؟ هل هذه المعادله فعلا متحققه ولا فيها مبالغه؟ لا، متحققه وموجوده. شوف، السفر دائما احنا نقول سافر بذكاء وسافر باقل التكاليف، يعني ما تجهد الميزانيه، واغلب الناس يسافر على يجمع من راتبه ويسافر يكافئ نفسه برحلة آخر العام بعد ما يأخذ إجازة من عمله. فالإنسان يقدر يكيف نفسه، يعني نحن نقول دائما في مثل عند أهل مكة شهير يقول من يشوفك لي تغمز بالظلام، يعني لا تحاول تكلف نفسك فوق طاقتها، وتذاكر عالية، فنادق غالية، سيارات باهظة، فالأخير أنت اللي بتدفعها، يعني ما راح أحد يقف معك ويساندك ولا يقول لك خذ تكاليف رحلتك، لا، تقدر تحجز بأقل التكاليف. تنظر احيانا احنا نقول كم ميزانيتك، انت كم براصد ميزانيه مثلا 20,000 40,000 50,000، هنا انا اقدر اقول له والله راح للدوله الفلانيه، هذه الدوله ارخص سواء في الطيران او ارخص في المعيشه وارخص في الفنادق. في بعض الدول مكلفه عاليه الثمن، يعني نصنفها رقم الف، يعني تكون عاليه، في دول تكون متوسطه الاسعار، في دول لا رخيصه، يعني كل ما تكون الدوله اقل تكلفه كل ما تزيد مده الرحله. يعني ممكن شخص يروح لأوروبا، أوروبا معروفة خاصة أوروبا الغربية معروفة أنها غالية، لكن قول ترى مثلا فلوسك تكفيك 10 أيام، لكن بهذا المبلغ تقدر تروح شرق آسيا، تقدر تروح لأفريقيا، وتصير رحلتك 20 يوم بدل 10 أيام، تصير 20 يوم، زادت المدة. السفر يختلف، في سفر ترفيه، في ناس يقول والله أنا بسترخي، أبغى منتجع ولا فندق وأسترخي فيه وراح أتجول كذا وأرجع، هذه اللي هو السفر السياحي الترفيه عن النفس. في سفر اللي هو البحث عن الطعام، في سفر البحث عن التسوق، في سفر الاستكشاف، في سفر المغامرين، في ناس يغامرون زي مثلا أمريكا الجنوبية، في ناس غطوها، في ناس زاروها، لكن تعتبر إلى الآن مغامرات، يعني للناس اللي يحبون المشي المسافات الطويلة، الناس اللي يحبون يشوفون شيء جديد شيء غريب مثل أمريكا الوسطى، يعني الدول هذه تحتاج ساعات طيران أكثر أحيانا عشان نوصل هذا الدول، نأخذ ما بين 18 إلى 24 ساعة إلى 30 ساعة رحلات طيران، وأحيانا نبدل ترانزيت مرة أو مرتين. نعم، لكن إذا تسمح الأستاذ ذيب، أوكي المسارات السفر اللي قلتها حقيقية، بس الغالبية يسافروا علشان السياحة، علشان يروح يتمشى. اليوم هذا اللي بيسافر للسياحة، إيش أهم الرسائل والنصائح اللي أنت تقولها له علشان يحقق هذه المعادلة سفرية ممتعة وبجودة عالية وتكاليف أقل؟ إيش النصائح كده بشكل واضح ومباشر، مو بكلام عام؟ نعم، في عندنا 3 أشياء مهمة جدا في السفر. أول حاجة أقول اقرأ، لابد الإنسان يقرأ، وأكرر على كلمة اقرأ مرة ومرتين ثلاثة، لازم تقرأ، لأنك إذا أنت قرأت وأخذت معلومة كاملة عن البلد راح تعرف إيش بتزور، راح توفر على نفسك الجهد والوقت والمال، لأنك إذا رحت الديرة ما تعرفها ولا عندك معلومة عنها، فأنت تجي زي ما تقول باللهجة الشعبية تبلش، تجي في الفندق ما تدري فين بتروح اليوم، لكن لما تأخذ معلومة كاملة عن البلد وإيش الأنشطة اللي فيها وإيش البرامج السياحية وإيش الأماكن اللي تزورها، يعني في بعض الرحلات مثلا نقول والله ما تصلح مثلا الشباب، ما معكم أطفال، فليش تزور ملاهي مثلا، مدينة ملاهي، لكن هذه مدينة بعض المدن نقول والله أنت معك عائلة تصلحك المدينة فلانية الدولة فلانية. احنا نقول اللي هو تقرأ، ثم بعد ذلك تخطط على التذاكر الطيران، هي أكبر معضلة دائما عند المسافرين والسواح، تذاكر الطيران خاصة إذا كان ما في رحلات مباشرة للبلد أنت مسافر فيه. والمعضلة الثالثة اللي هي فنادق، الفنادق أحيانا بعض الناس يحجز فندق 5 نجوم ولكن طول الوقت هو برا، أنت طالما أنك طول الوقت برا فأنت ما تحتاج الخدمات اللي في الفندق 5 نجوم، الجيم والمسبح والتكاليف الإضافية، ليش تأخذ الفندق 5 نجوم؟ خذ 4، خذ 3 نجوم، لأنه وقت للنوم، خذ فندق نظيف وقت للنوم، أنت كده وفرت على نفسك في الفندق طالما أنك ما تحتاج خدمات الزائدة، لأن في بعض الفنادق 5 نجوم يحسب التكاليف الإضافية اللي في الفندق 5 نجوم محسوبة عليك، وأنت في الأخير ما تستخدمها، ما تسبح ولا تروح الجيم وما تنزل تفطر مثلا، تقول والله افطارهم ما يعجبني، فليش تأخذ الأشياء هذه؟
تذكر الطيران دائما أقول يعني حسب تجاربنا وتجارب السابقين أفضل وقت أنك تحجز التذاكر من صباح يوم الثلاثاء إلى مساء يوم الخميس. هذه غالب الشركات تسوي زي ما تقول لأن أغلب الشركات تسوي ريستارت لتحديث للرحلات يا أما تضيف رحلات أو تنزل في الأسعار. هذه حسب تجاربنا الثلاثاء والأربعاء والخميس هذه أفضل وقت الحجوزات. في أوروبا تجنب الرحلات المبكرة. لحظة إذا تسمح لي بس بوقفك عند هذه النقطة المهمة. هذه الثلاثاء والأربعاء والخميس حسب تجاربكم أفضل وقت لحجز أي وجهة على مستوى العالم ولا وجهات معينة؟ أي وجهة؟ لا أي وجهة أي وجهة. وش السبب في الموضوع؟ أحياناً على حسب ما سمعت من شركات الطيران والشباب اللي يعملون قالوا أنهم يعملون تحديث للأسعار، يعملون تحديث وجهات، يا أما يفتحون وجهات رحلات إضافية أو يكتفون بالرحلات الموجودة. فهذا نقطة. النقطة الثانية والمهمة أيضا اللي هو تقفيل الآي بي، خصوصا أغلب الناس يبحث من الجوال، في شيء اسمه التتبع، قفله. إذا قفلت الآي بي حقك، لأن أحيانا حتى تلاحظ أنت تبحث تلاقي يطلع لك إعلان، يطلع لك أحيانا يجيك رسالة على الإيميل ولا يجيك يذكرك يقول لك هل تريد استكمال حجزك، دليل على اللي يتابع قاعد يتابعك، فحاول تقفله عشان ما يتتبعك. وش الهدف؟ أو تبحث من جوال آخر لأنه يتتبعك يثبت السعر عليك، فأنت تخاف تشوف السعر والله زاد اليوم ولا بكرة بيزيد السعر. لا لا لحظة تقفل الآي بي. مين اللي يتبعك ويزيد السعر؟ مين؟ الآي بي حق الشركات سواء الفنادق أو الطيران، لأنه هو يشوفك قاعد تبحث. إيه هو يشوفك تبحث فيثبت عليك السعر أو يزيده فتلاقي إنه زاد السعر عليك. كيف تقفله؟ وش الآلية؟ الآلية تدخل على من جوالك على خدمات الموقع وإغلاق التتبع. هذا قبل ما تحجز تذاكر طيران أو فنادق؟ قبل ما تحجز تذاكر طيران أو فنادق. طيب واضح. طيب أستاذ ديب، أنت توصي بأنه الواحد يروح لمكاتب ويحجز عن طريق مكاتب وباقات والعروض اللي نشوفها، ولا لا أنت تفضل أنه يدخل لمواقع الطيران والفنادق ويحجز بنفسه؟ شوف، هي تنقسم قسمين. في بعض الناس هوايته في البحث، يبحث ويحجز بنفسه ويدور. في بعض الناس يقول لا أنا بريح نفسي، طالما أن المكتب السياحي بيحذر لي 500 ولا 1000 ريال أنا أدفع 500 وريح نفسي ألقى كل شيء جاهز، خصوصا الناس اللي مشغولين عنده دوام ما عنده وقت يبحث. هي أسعارها غالبا متقاربة، أكيد المكتب السياحي بيأخذ مصلحته، هو فاتح مكتب أساس يستفيد، بيأخذ 200 300 400 ولا 1000 ريال اللي هو مكسبه. لكن غالبا بعض مكاتب السياحة عندهم عروض على الفنادق. تذاكر عروض الطيران ترى غالبا ما تلقى شركة تعطيك عرض طيران، لأنهم يشرون من مواقع الرسمية لخطوط الطيران ويبيعك، ولا يضيف مبلغ المكتب ويبيعك التذكرة. لكن الفنادق غالبا المكاتب السياحية توفر لك فنادق. ليش؟ لأن أحيانا يطلع لهم ليلة مجانية، لما يحجز له 100 ليلة من الفندق هذا الفندق يعطيه مثلا 20 ليلة مجانية، فهو يبيعها بسعر أقل، فهو يعطيك عروض. المكاتب غالبا تعطي عروض خصوصا على الفنادق. تذاكر الطيران نادرا تسمع عن شركة أو مكتب سياحي عفوا أو وكالة سياحية قال لك عندي عرض طيران، مستحيل أنه بيبيعك بأقل من موقع الأم الرسمي للطيران. لكن أنا كوجهة نظري الحجز دائما إذا أنك مستحي ولا خايف أني سمح الله يتكنسل، احجز موقع الطيران الأم. المواقع الوسيطة جيدة، المواقع الوسيطة توفر لك أقل أحيانا لأن شركات الطيران تعطي المواقع الوسيطة بنسبة أقل ب 70 ريال 100 ريال. لكن أحيانا إذا اضطريت أنك تلغي رحلتك ولا تكنسلت ولا راحت عليك الرحلة فلوسك تضيع ما بين الوسيط وما بين الطيران الأم، فالأفضل أنك أعجبك سعر في المواقع الوسيطة اللي منتشرة. طيب تروح للشركة الأم وتحجز منها. طيب التطبيقات اللي تعطيك مقارنة بين أسعار الطيران وأسعار الفنادق جربتها تشوف أنها أسعارها حقيقية وخدماتها صادقة ولا فيها مبالغات أو صحيح. احتيال قد يكون؟ لا لا، ما المواقع صحيحة ولكن تختلف أسعار المواقع، يعني في بعض المواقع تكون أسعارها عالية بعضها تنخفض. هو شوف المواقع الوسيطة الطيران وعروض الطيران حقتهم حقيقية، ونلاحظ أنهم أحيانا سعره أقل من موقع الطيران الأم، لأن هذه اتفاقيات ما بين شركات الطيران، لأن هو الموقع الوسيط هذا يجيب عملاء كثيرين فتلاقي خطوط الطيران تعطيه بسعر مخفض وتقدر تحجز من عنده. إذا أنك ضمنت رحلتك 100% احجز. لكن طيب والله أنك خايف متردد ما يعطونك إجازة في العمل، لا أخذ من الشركة الأم.
طيب باقي نقطة ما ذكرتها في التذاكر دائما الناس يقولونها وأعتقد أنها حقيقية بس أبغاك تصادق عليها إذا كان فعلا، ألا وهي الحجز المبكر للتذاكر، كم يفرق تقريبا؟ غالبا قبل الرحلة أفضل وقت الحجز التذاكر قبل الرحلة بشهرين بستين يوم، هذا أفضل وقت تلقى أو شيء تلقى خيارات أكثر وجهات أكثر، مثلا بدل نقول مثلا طلعت أربع رحلات في اليوم، كل ما تتأخر كل ما تقفل الرحلة وتمتلي ما عاد تلاقي، فالأفضل قبل الرحلة بستين يوم هو الأفضل. طيب بصراحة أستاذ ذيب قبل ما أختم معك، الآن إذا طبقنا النصائح اللي قلتها، نقرأ بشكل جيد عن البلد، تذاكر نشتريها بوقت مبكر يصل إلى شهرين، والفنادق نستخدم حاجتنا للفنادق بمعنى الخمس نجوم والثلاث نجوم اللي ذكرتها، لو أحد طبق هذه التوصيات من خلال تجربتك كم نسبة التوفير اللي راح يوفرها ولو نسبة تقديرية من خلال خبرتك؟ أنا أتوقع من 20 إلى 30% راح يوفر، هذا واحد. والشيء الثاني ما ينضحك عليه، والشيء الثالث المهم في نقطة أنا ودي أذكرها دائما للمسافرين، في الأكل يبلشون في الأكل. الأكل إذا رحلتك 10 أيام فحاول تأكل وجبات سريعة مثل بعض المطاعم البحرية، الأكلات الأشياء اللي معروفة، بعض الناس يتوجه المطاعم فارهة فهذه ترهق الميزانية. إذا عندك نية تسوق اجعل التسوق آخر الرحلة، لأنك لو شريت فول الرحلة فأنت خليت بالميزانية، ممكن تشتري أشياء تكلفك وفي الأخير تهز الميزانية، آخر الرحلة المبلغ المتبقي تسوق منه وللهدايا. نعم طبعا، احنا بس ابغى اوضح نقطة وانت اذا تتفق معي، احنا الحين نعطي النصائح والتوجيهات هذه للناس اللي ميزانياتهم محدودة ويبغى يستثمرها، اللي عنده ميزانية مفتوحة وميزانية عالية وحاب انه يرفه نفسه بطريقته بكيفه، اعتقد تتفق. صحيح. طيب صحيح. سؤالين اخيرة لك شخصيا قبل ما اختم معك، الحين 86 دولة ما شاء الله، الوجهة 87 وين راح تكون؟ هذا تصريح مباشر لك. إيه؟ حتكون إن شاء الله إلى شرق أفريقيا. إيه؟ إلى تنزانيا وكينيا وأثيوبيا وراوندا، هذه حتكون في البداية. أنا أنتظر تأشيرة الأرجنتين، إلى الآن لم تنتهي، فإحنا والله نعاني، إحنا في السعودية نعاني من تأشيرة الأرجنتين. طيب توصل إلى 7 شهور 3 شهور عشان نأخذ التأشيرة، تروح وترجع بالسلامة. سؤال ثاني وبضيف ثالث إذا تسمح لي، ألا وهو دولة زرتها في هذه 86 وما زالت في ذاكرتك ولا تنساها نهائيا؟ خلها ثنتين عشان ما أظلم نفسي، وإذا بغيت ثلاث فداك. النرويج. أي فداك اللاش. عند النرويج هي تغرد خارج السرب خصوصا اللي بالكرفان، كانت تجربتي لها مرتين بالكرفان. الدولة الثانية سحر الشرق الجديد، دولة فيتنام، وما زالت إلى الآن الدخول لها بتأشيرة، لكن تعتبر من أجمل الدول اللي زرتها خصوصا في شهر أغسطس، تشرب القهوة الفيتنامية وتشاهد الأمطار والشعب الطيب المبتسم. طيب دولة ترى أن السعوديين إجمالا إلى الآن ما اكتشفوها وتشوف أنها تستاهل الاكتشاف والزيارة، وش هي؟ أمريكا الوسطى وتحديدا كوستاريكا والإكوادور، تحتاج أن الناس يزورونها لأنها بلد رائع، خصوصا الإكوادور بدون تأشيرة لكن تذاكرها شوي عالية بحكم أن جميع الجنسيات يدخلونها بدون تأشيرة. طيب احنا عرفناك استاذ ذيب بمقولة لا تقتل المتعة يا مسلم، قبل ما اختم معك اللقاء وبعد كل هذه التجربة، لمين تقول اليوم لا تقتل المتعة يا مسلم؟ أقولها طال عمرك للناس اللي يفرضون تجاربهم علينا، إيش تجربة تركني أنا إيش أسوي تجربة جديدة. وبالمناسبة هذه أنا أشكرك أخوي فرح، أنت من أوائل الناس اللي استضافوني في سبحان الله، يعني طلعت معك قبل سنة ونص في هذا البرنامج أيضا، ثم بعدها طلعت تباعا في تقريبا 9 قنوات فضائية وإذاعية، والفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعمك ودعم الجمهور اللي معي. أبد أنت إضافة حقيقية لكل مكان أستاذ ذيب، شكرا جزيلا لك وأرجو أن تمتد لقاءاتنا، شكرا جزيلا. أشكر الأستاذ ذيب العتيبي، مجموعة نصائح من شخص مجرب سنوات طويلة من السفر، بدأت من 2003 حتى اليوم، 86 دولة زارها إلى الآن، يستهدف زيارة 195 مكان على مستوى العالم، فأعتقد أن الأشخاص أصحاب هذه التجربة الطويلة يمكن أن يؤخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم في السفر. بعد هذا الفاصل ألقاكم.
حياكم الله مجددا في أهلا، من خلال سلسلة ممتدة من الحوارات واللقاءات مع أمناء المناطق فيما يخص مكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، التقينا بالعديد منهم، وفي كل حوار مع أمين منطقة كنا نتحدث عن الإحصاءات، أبرز المشكلات، الحلول، ويعني ما نتج من نتائج إيجابية حول مكافحة التلوث البصري. هذه المرة وصلنا إلى محافظة غالية وعزيزة وقديرة، محافظة حفر الباطن. يسعدني أن ينضم إلي عبر الهاتف الآن المهندس خلف العتيبي، وهو أمين محافظة حفر الباطن. مهندس مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. مساء النور، الله يحفظك ويعافيك ويبارك فيك على واجبنا طال عمرك. أهلا وسهلا، ودنا نلقي الضوء على أبرز الإحصاءات والعمل في مكافحة التشوه البصري اللي قامت فيه الأمانة في حفر الباطن. في البداية أمسي عليك أخوي مفرع ومسي على الأخوان والأخوات المشاهدين والمشاهدات الكرام، ولا يفوتني أشكر لكم متاحة الفرصة لتسليط الضوء على جهود وزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان وممثلة بأمانة حفر الباطن نعم. في معالج مضار التشوه البصري وما لها من أثر واضح ومن مستوى عمرك. في الحقيقة الأمانة خلال الفترة الماضية عملت على إزالة التشوهات البصرية في عناصرها المتعددة، من ضمنها وأهمها إزالة مخلفات البناء، حيث أزالت أكثر من 366 ألف متر من متر مكعب من مخلفات البناء، الكتابات المشوهة على الجدران بالتعاون مع المواطنين والمواطنات، وتسهيلا خلال تسهيل المشاركة المجتمعية أكثر من 6600 متر مربع تم إزالتها من الكتابات المشوهة على الجدران. كذلك السيارة السالفة في المدينة والشوارع والأحياء أكثر من 1000 سيارة تم إزالتها، الأرصفة ودهانها دهان البرجرات أكثر من 4435 ألف متر فولي تم دهانها في جميع شوارع المدينة، حفر الشوارع أكثر من 130 ألف متر مربع من حفر الشوارع بفضل الله تم معالجتها والتعامل معها، أيضا أكثر من مليون متر مسطح من الشوارع تم إعادة طبقة الأسفل فيها بشكل كامل وجميل، أعمدة الإنارة أكثر من 4800 عمود إنارة تم معالجة جميع عناصر التشوه البصري فيها، كذلك الأرصفة المتهالكة بأكثر من 35 ألف متر مربع من الأرصفة تم معالجتها وتحسين المشهد الحضري فيها. كذلك خلال هذا ما تم خلال الفترة الماضية، خلال الفترة القادمة بإذن الله الأمانة بصدد تطوير الرقابة وتكثير الجولات الرقابية للحد من مخلفات البناء في المواقع الإنشائية، وذلك في إطار سعيها المتواصل رفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري ورفع وعي المقاولين وملاك المباني وتنبيههم من ارتكاب المخالفات المرتبطة بأعمال البناء، وذلك سعيا لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة. جميل. وهو أحد برامج الرؤية. هذه الحملة طال عمرك تستهدف رصد أكثر من 30 مخالفة، أبرزها عدم تسوير المواقع الإنشائية، خلط الأسمنت على الأرصفة والشوارع، إلقاء مخلفات البناء في الأراضي الفضاء والأماكن العامة، كذلك عدم إزالة مخلفات البناء والهدم والترميم، إتلاف الشوارع المسافلة المرصوفة، عدم استخدام معدات البناء، نقل الأتربة الأماكن المخصصة، جميع عدم نظافة المواقع أثناء العمل، كذلك نهيب بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة في في عملية الرقابة لتحقيق أهداف هذه المبادرة من خلال الإبلاغ عن طريق التطبيقات الممثلة في تطبيق بلدي، وكذلك الإبلاغ عن طريق رقم البلاغات الموحد 940. طيب إن شاء الله خدمة صور وارسل، كيف تصف تفاعل المواطنين فيها، وإذا في إحصاءات عن عدد البلاغات الواردة؟ في الحقيقة خدمة صور وارسل لاقت تفاعل إيجابي كبير وصدى إيجابي كبير بفضل الله. عندنا في أمانة حفر الباطن أكثر من 33 ألف بلاغ تم رصدها من خلال حملة صور أرسل، وتم بفضل الله معالجتها بنسبة 99.9، نسبة كبيرة قارب 100%. جميل. طيب اليوم إذا في كلمة من الأمانة إلى مواطني حفر الباطن بحكم تعاملكم اليومي معهم ومع المرافق اللي تهمهم في هذا الموضوع وفي غيره، على لسانك وش هي؟ الكلمة اللي أوجهها للأخوان والأخوات المواطنين الكرام، إنكم أنتم شركائنا في التنمية، أنتم إحنا نعمل لأجلكم، إحنا جميعا شركاء في إدارة المدينة، شركاء في تطويرها وتنظيمها، شركاء في المحافظة عليها، فنأمل منهم التفاعل بشكل كبير في هذا الجانب.
مهندس خلف العتيبي أمين محافظة حفر الباطن، شكرا جزيلا لك. أرقام، إحصاءات، تعاون جميل حقيقة ما بين المواطنين والأمانة. لفتني اللي هو نسبة إنجاز البلاغات المقدمة فيما يخص التشوه البصري على لسان الأمين، إنها وصلت إلى 99.9%. سنستمر معكم في هذا الملف تغطية لكل أمانات المناطق والمحافظات في السعودية، ولكن بعد هذا الفاصل سألتقيكم في فقرتنا الأخيرة، وسنمتد في فقرات الأمانات في حلقات قادمة. حياكم الله مجددا في هلا. مهرجان الأوبرا الدولي الذي عمل في السعودية في الأيام الثلاثة الماضية وعملت وزارة الثقافة واختتم البارحة، شهد حضور دولي وعالمي لأول مرة للأوبرا في السعودية بهذا الحجم الدولي، وشهد مشاركة سعودية من قبل ثلاثة فنانين أوبراليين سعوديين، وهم سوسن البهيتي مصطفى الشيرة و خيران الزهراني الذي يشرفنا اليوم هنا في استوديو يا هلا للحديث عن مشاركته وتفاصيل دخول الأوبرا. قبل ما استقبل خيران أوريكم هذا المقطع من حضوره في المهرجان. ورحب معي هنا في الاستديو بالفنان الأوبرالي خيران الزهراني. خيران مساء الخير وشكرا لقبولك دعوتنا. مساء النور، شكرا لاستضافتي، يعطيك العافية. أول شيء قل لي إيش موضوع الاسم، لأنه أنا وصلني الاسم محمد خيران ولما كلمتك قلت لي لا أنا أطلع بخيران الزهراني، إيش حكاية الاسم؟ فعلا اسمي محمد الأول واسم والدي خيران، لكن بدايه مسيرتي كانت انه بيقولون لو ابوك عايش، ابوي متوفي وانا صغير، الله يرحمه، فقالوا ابوك عايش ما راح يرضى عليك، لكن انا اصريت اني ارفع اسم والدي بالفن اللي اقدمه وبالرساله اللي اوجهها للناس. جميل، انا احييك على هذه الاجابه، والله يرحم والدك ويغفر له ويدخله فسيح جناته. خيران، كيف بدا معك موضوع الاوبرا؟ يعني موضوع ربما يعني في الظل في السعوديه بالذات في السنوات الماضيه، كيف بدا معك؟ بدايه كانت عباره عن رسائل، أعتقد إن من وجه نظري رسائل إلهية تجيك عبارة عن قطع معينة وتركبها كأنها الغاز. لكن بداية الموضوع كان عبارة عني كنت أقلد فنانين، وكان يسمعوني أصحابي يقولون أوه تعرف تقلد ما شاء الله عليك وما أدري إيش وهذا الكلام. فبدأت قلت ليش ما أنقل التقليد للفن الأصلي، يعني ليه ما أخذه كاحتراف؟ فبدأت أتعلم في البيت، أسمع الأغاني أكررها، وصلت إني قدرت أتطور، قدرت يعني أنافس فنانين عالميين بوجه نظري، لكن لسه ما وجدت جمهور. فكانت في بالي لين ما طلعت للناس وعجبهم. كيف طلعت للناس؟ كيف؟ وين كان نقطة التحول في الموضوع؟ نقطة التحول كانت في روما. أنا رحت للدراسة، كان بداية أني أتعلم اللغة، بس لقيت محطة قطار وفي واحد يعزف بيانو عام للناس كلها، فعرفت الأغنية وغنيت معه. قربت مني حرمة كبيرة في السن وطلبت رقمي اللي أروح للفرقة الإيطالية عشان أسوي تجارب أداء، سويت تجارب أداء عندهم وقبلوني في الفرقة. وكنت في روما يومها تدرس إيش؟ اللغة مبدئياً عشان أقدر أدخل جامعتهم. انت كنت مخطط انك تدرس الاوبرا دراسه؟ اياه كبدايه. ايوه. طيب وش اللي صار بعدين؟ رحت للفرقه؟ رحت للفرقه، غنيت معاهم حفلتين في الفاتيكان في اكبر كنائس روما. بعدين جت كورونا ورجعت. عفوا، في الكنائس؟ في الكنائس، نعم. كيف يعني؟ كان يؤدون ايش يعني؟ لا طبعا، هنا اغانينا الكنائس يستخدموها في ايطاليا لانها معماريا وشكل البناء يوزع الصوت لكل انحاء الكنيسه، فعشان كذا يستخدمون المحافل السياسيه، المحافل الرسميه في ايطاليا داخل الكنائس. داخل الكنائس، بينما الغناء في الكنيسه ما له علاقه بالطقوس ابدا. وهذا الغلط اللي كان الناس كثير يفكروا اني اغني لدينهم او اغني شيء ديني، ابدا. كان الحفله سياسيه بحته مع الاوركسترا العسكريه في ايطاليا، فابدا ليس ديني ابدا. طيب بعدها؟ بعدها رجعت للسعوديه، انتشر اسمي، اول فنان سعودي يغني في ايطاليا، اول فنان سعودي ينضم لفرقه، اول فنان سعودي واسمه محمد، هذا برضه كمان اثر جدل كبير، يغني في فرقه في كنيسه، فعشان كذا بعدين انتشرت. كيف كنت تجاوبهم على هذا التساؤل؟ بنفس التساؤل اقول انا لا فني لا يموت للدين بصله، الاغاني اللي اغنيتها لا تموت للدين بصله، ما لها دخل باي عقيده باي دين،
مجرد أغاني عالمية ومعروفة. بس قبل ما تدخل أنت لأول مرة كان عندك هذه التساؤلات تساءلتهم إياها ولا كان عندك خلفية عن الموضوع؟ خلفية الكنائس هذه مثلا؟ أيوة. لا طبعا عندي خلفية طبعا. طيب بعدها غنيت في روما كم مرة؟ ثلاث مرات. أيوة. والفاتيكان مرة. وبعدين؟ بعدين جيت للسعودية وغنيت في مهرجان، أول مهرجان رسمي. محطة أبوظبي متى كانت؟ كانت صح، كانت قبل مهرجان الأوبرا الدولي، كانت ما بين تقريباً على 2021 حولها. وش حكاية الصيدلة معك؟ أنا اللي عرفته أن تخصصك صيدلة. طبعاً إيه. وما زلت؟ لا بالنسبة للصيدلة كانت رغبة أهلي مو رغبتي أنا، رغبة الأهل، وأتكلم على كل الأهل والشعب السعودي، أهلهم يقول هندسة يا طب هذا مجالك هذا نجاحك، أنا أقول لا، أنا تركت الصيدلة واتجهت للفن، وكان جداً معدم، وكانت يعني نسبة إني أنجح في هذا المكان يمكن 1%، لأنه ما في كانت وزارة ثقافة، ما كانت في هيئة موسيقى، ما كان في توجه لهذا الموضوع من الفن وزي كذا، لكن أنا كنت مؤمن بنفسي، كنت مؤمن إنه في مجالات كثيرة نقدر نبدع فيها. لكن أنت كملت دراسة الصيدلة بالكامل؟ لا، كملت فيها سنتين، بعدين اتخذت قرار إني أتركها وأركز على الفن. وبعد اتجهت لإيطاليا. أنت تركت دراسة الصيدلة تعمداً عشان تتفرغ للأوبرا. طبعاً. درستها في إيطاليا كم سنة؟ ما درست الأوبرا، أنا تعليم ذاتي. لذلك أخذت لغة، وبعدين جت كورونا ورجعنا كلنا للسعودية. وناوي ترجع تكمل ولا؟ إن شاء الله، إن شاء الله لازم أتعلم. تعلم كيف؟ بأي طريقة؟ بممارسة مع فرقة ولا بدراسة معينة؟ يعني في إيطاليا هم عندهم دراسة وتخصص وجامعات للأوبرا تحديدا؟ طبعا في جامعات كثيرة في إيطاليا خاصة الأوبرا، وفي جامعات كبيرة فيها للفن بشكل عام، لكن في مجالات ميجر كثيرة للأوبرا خاصة. ويعتبر فن الأوبرا يعني مو بس تغني وخلاص، في دراسة كاملة للنوتات للميوزك ثيري لكل شيء. كل شيء فعلا. اللي حولك المحيط القريب خلني أقول للعائلة، كيف كانت مدى قناعتهم بالموضوع؟ في البداية كان جدا صعب تقبل الموضوع، كانوا جدا معارضيني، لكن أنا صريت أني أكمل، والآن لهذه اللحظة صراحة صريت أكمل هذه اللحظة، أنه أثبت لهم أنه أنا في مجال صح، أنا في التوجه صحيح، أنا في توجه الحكومة تدعمني، الوزارة الثقافة معايا، ترعانا الحفلات الكبيرة هذه اللي تقام. فرق معكم لما صار في وزارة الثقافة، في هيئة موسيقى، صار في تواصل مباشر؟ طبعاً طبعاً، أنا وجهت تحية من هذا المكان لوزارة الثقافة وهيئة الموسيقى أيضاً، وبرنامج جودة الحياة صراحة أعطونا فرصة كبيرة أننا نكون واقفين واحد ورانا. اللي يشوف أداء الفنانين الأوبراليين العالميين بالذات يدرك صعوبة الموضوع. كم يحتاج الشخص أنت من خلال تجربتك الشخصية عشان يوصل لمستوى الأداء اللي نقدر نقول عنه ممكن يطلع مسرح؟ صراحة يعتمد على موهبة الشخص، هذا رقم واحد. أيه؟ ومدى صوته، لكن ما في شيء يصير ممتاز بدون تدريب، فتعتمد على ذكاء الشخص، سرعة تدريبه، سرعة تجاوبه مع التعليمات ومع التدريبات. طيب إجادة اللغة كم تعطيها نسبة في الموضوع كله؟ ما هي مهمة مرة، جلسة اللغة أعطيها تقريباً 30%. بس يعني الواحد ممكن يجيد الأغنية ويتعلم لغتها فعلاً. للأغنية نفسها. أنا بداية كنت أغني إيطالي بدون ما أفهم إيش أغني لما كنت في المدرسة وفي الثانوية الصراحة، وكنت أنطقها صح لكن ما أفهم إيش أقول، فاللغة جداً جانب ما يعتبر مهم للغاية. الآن أنت تتحدث الإيطالية بشكل؟ لا مو بشكل كبير، أخذت فيها 4 أشهر، فأعتقد أني أفهم وأفهم الكلمات اللي أغنيها وترجمها فقط. فرق معك لما صرت تفهم الكلمات؟ طبعا احساس المغني لازم يطلع مع الاغنيه، كنت اغني بدون احساس، الان افهم ايش اقول واعيش تجربه. والاوبرا كمان انها بارت من التمثيل، جزء من التمثيل مهم جدا، يعني لما تغني الاغنيه لازم تمثل ايش قاعد تقول، لانه الاوبرا اصلا فن غنائي مسرحي. طبعا هو يحتاج الى حضور مسرحي. طبعا تذكر اليوم الاول لك باول حضور اوبرالي في ايطاليا كيف كان؟ كان جدا يعني بصراحه ما انساها، كوني حرفيا يعني لسه في دوبي بدأت طريق أخذ دور رئيسي كمغني في الفرقة، هذا كان تعجب لي بالنسبة لي كمان والقدر صراحة. فكنت متجه لدراسة اللغة، فجأة تحول مساري إلى فرقة وتحول مساري أن أكون أنا ليد سينجر أو مغني رئيسي في فرقة، فهذا شيء كان جدا كبير. قناعة الفرقة كقائد وكأعضاء فيك أو آرائهم كيف كانت؟ كانوا جدا جدا مشجعيني، ولا التفتوا للون ولا التفتوا للجنسية ولا التفتوا للديانة، التفتوا للفني وهو يعتبر جواز سفري. الحوار اللي صار بينكم ايش كان؟ ايش تفاصيله لما سمعوك للمره الاولى؟ وكيف كان لغه التفاهم بينكم خاصه انك ما تتكلم ايطالي؟ طبعا كنا نتكلم مع الدايركتور للفرقه، اللي هي دايركتور الفرقه، كان بينا مترجم
بداية، فتتكلم مع المترجم وتتكلمي أنا. طبعا المترجم هو عضو من أعضاء الفرقة بس يتكلم الإنجليزية، لكن الدايركت كان ما تتكلم الإنجليزية، تتكلم إيطالي فقط. فكان التواصل عبر شخص طرف ثالث. فأول ما سويت تجربة الأداء عجبت فيني مرة وعطاني دور رئيسي. تقريبا بعد أسبوعين أخذت الدور هذا. طيب إلى وين رايح المستقبل؟ إيش اللي تخطط له القادم؟ أنا أخطط أني أكون أقدم الأوبرا باللغة العربية، هذا أول شيء، وأدمج ثقافتنا السعودية أيضا بالذات، لأنك غنيت حسام من ثابت الحان صوفية ومن أشعار ومن قصائد وشعر حسام ثابت شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يعني فيها إضافة كبيرة للفن. غنيتها وين؟ في أبوظبي. في أبوظبي. إيطاليا ما سمعوها؟ إيطاليا. سمعوا الغناء العربي ولا لا؟ سمعوا الغناء العربي وأعجبوا فيه جدا. كان يسألوا عن المعاني؟ طبعا طبعا سألوا معاني وسألوا عن التأليف وسألوا عن الكلمات وسألوا عن اللحن. إذا هذا المستقبل القادم لك في الأوبرا. طبعاً. إنه أداء الأوبرا بالعربي. بالعربية وبثقافتنا السعودية كمان. إيش تقصد بثقافتنا السعودية؟ اللحن السعودي عندنا ثقافة جميلة جدا اندفنت مع مرور الزمان. كيف اللحن السعودي؟ يعني كيف حيوظف اللحن السعودي في اللحن الأوبرا للمتعارف عليه عالمياً؟ يتوظف عبارة عن نغمات. عبارة مهما كانت الآلة، مهما كانت آلتنا التقليدية الدفة أو غيرها أو العود، تدخل من ضمن النوتات للأوركسترا. يعني إحنا نتكلم عن آلة ولا لحن؟ بمعنى أنه نتكلم عن العود يدخل ولا نتكلم مثلا عن السامري وغيرها ممكن توظف؟ لا لا لا، أنا ما أتكلم على ثقافة معينة من ثقافات السامري أو شيء زي كذا، أتكلم على الألحان مثل زي الألحان الصوفية القديمة زي الموشحات الأندلسية زي هذه ممكن تدخل طبعاً. طيب هذه ما هي سعودية. إيش اللحن السعودي اللي ممكن يدخل؟ إيش آليته؟ بالنسبة للحن السعودي أنا أتكلم على الآلات السعودية، الآلات اللي جاية مثلاً زي طلال المداح في أغاني كثيرة زي محمد عبده، أغاني عربية أصيلة مع اللحن مع الألحان. الألحان تعتبر كمان ثقافة، فعندنا ألحان خاصة فينا شرقية. طيب. مقامات. اليوم شخص أو أكثر من شخص بعد كل ما وصلت له تقول لهم شكراً؟ طبعا اوجه شكرا صراحه لقائده الفرقه من هنا، ما اتوقع بتفهم كلامي، بس انه شكرا لها انها ادتني الفرصه هذه اني اكون في ايطاليا واكون شخص مشارك كمغني رئيسي. ايضا شكرا لهيئه الموسيقى، شكرا لوزاره الثقافه على هذه المهرجان الدولي الجميل اللي قام ليلة أمس صراحة. المرأة الإيطالية اللي في البداية سمعتكم لسه تتواصل؟ طبعا طبعا أكيد، أسميها سيدة القطار لأنها أوصلتك. نعم. خيرا، شكرا جزيلا لك لحضورك معنا في هلا. شكرا جزيلا. شكرا لخيران الزهراني، حوار في جوانب كثير من الأفكار اللي تتسع حتى لحوارات أخرى. نرجع ونقول إن وزارة الثقافة أتاحت الفرصة بشكل كبير لثلاثة فنانين أوبراليين سعوديين للغناء في مهرجان عالمي ودولي أقيم هنا في المملكة العربية السعودية. شكرا لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل أسبوعنا.